بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أرسله ربه بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فلم يترك خيرًا إلا ودل الأمة عليه، ولا شرًا إلا وحذرها منه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة في الله، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا نستفيد منه ما يعيننا على أمور ديننا ودنيانا. وقبل الشروع في الدرس، أورد بعض الإخوة أسئلة في فضل شهر رجب، ونحن في هذا الشهر السابع للهجرة من شهور القمرية من عام 1439 للهجرة النبوية. هذا الشهر من الأشهر الحرم، ونحن نعرف أن الأشهر الحرم أربعة: واحد فرد وثلاثة سرد. فشهر رجب هو الفرد، وثلاثة أشهر هي الأشهر التي يتبع بعضها بعضاً، وهو شهر ذي القعدة وذي الحجة وشهر الله المحرم. والأسئلة تدور كثيراً عن فضائل هذا الشهر، وهل خصه النبي صلى الله عليه وسلم بمزية من صلاة أو صيام أو صدقة أو قيام ليل؟ لما رجعنا لكلام العلماء وشراح الأحاديث، ومنهم الحافظ ابن حجر صاحب فتح الباري شرح صحيح البخاري، وكذلك الحافظ ابن رجب وابن كثير وغيرهم من العلماء، أنه لم يرد حديث صحيح في مزية الصيام أو الصلاة أو قيام الليل لشهر رجب، ولكنه من الأشهر الحرم التي ذكرها الله عز وجل في قوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهراً يوم خلق السماوات والأرض منهن أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فنهى عن ظلم النفس. في بعض العلماء يقول إن في 12 شهراً كلها منهي عن ظلم النفس، وظلم النفس يكون بالمعاصي وتعدي حدود الله والتقصير في واجبات الدين من صلاة وصدقة وصلة وبر وغيرها من أعمال الخير. فالعبد يحرص على أن يكون وقته فيما يعود عليه من النفع في دينه ودنياه، إما في صلاة، وإما في ذكر، وإما في قراءة قرآن، وإما في صلة رحم، وإما في قضاء أمور الدنيا والتكسب في أمور الحلال. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فالإسلام هو منهج حياة بيّن لنا أمور الدين وأمور الدنيا، كل ما يتعلق بأمور البشر
قد بينها الله عز وجل في كتابه، وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، حتى قال الصحابة: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأخبرنا بما كان وما يكون حتى دخل أهل الجنة منازلهم ودخل أهل النار منازلهم، ولم يترك شيئاً مما ينفع الأمة من خير إلا ودلها عليه، ولم يترك شراً مما يضر العبد في نفسه أو أهله أو ماله أو مجتمعه إلا وحذر عنه. ولأننا في الشرع لا يقبل الله عز وجل من العبد عملاً إلا إذا كان خالصاً لوجه الله عز وجل ووفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقوله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. لا يقبل الله عز وجل عمل عامل إلا أن يتوفر فيه هذان الشرطان: الإخلاص لله عز وجل، لا يكون العمل فيه رياء ولا نفاق ولا غرضاً من أغراض الدنيا، إنما يبتغي به وجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً. العمل لابد أن يكون مما يبتغى به وجه الله عز وجل، لأن الله عز وجل كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وهذا حديث صحيح. فالعمل لابد أن يكون خالصاً لوجه الله عز وجل وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك قال العلماء: لم يثبت حديث صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل شهر رجب، ولم يرد فيه تخصيص بصلاة ولا بصيام ولا بقيام ليل، ولكن العبد المسلم يتقرب إلى الله عز وجل في جميع الأوقات، في شهر رجب وفي غير شهر رجب، لأن العمر يمضي والعبد مسؤول عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه، مسؤول عن ساعات عمره وعن دقائقها، فلا يصرفها إلا فيما يقربه إلى الله عز وجل. والوقت هو الحياة، وهو الظرف الذي يضع فيه المسلم حسناته، هو صندوق العمل يتقرب إلى الله عز وجل بالصلاة، بالذكر، بقراءة القرآن، بصيام النافلة، بالصدقة، ببر الوالدين، بصلة الأرحام، بأعمال البر كلها المتنوعة، فيقسم أوقاته فيما يعود عليه بالنفع، سواء كان في شهر رجب أو في شهر رمضان أو في شهر الحج أو في غيرها، فيتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. ولكننا في هذا نبين للناس السنة، لأن الخير كله في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه، لأن الدين كامل، الله عز وجل أكمل لرسوله صلى الله عليه وسلم الدين، وأتم عليه النعمة بكمال هذا الدين وشموله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حتى قال بعض اليهود من علماء اليهود لما سمع بهذه الآية، قال: لو كانت هذه الآية نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، لأن الله أكمل لهذه الأمة دينها وأتم عليها النعمة،
فقال عمر رضي الله عنه: لقد نزلت في يوم عيد، في يوم عرفة، في يوم الجمعة، على المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، يوم الحج الأكبر. فإذا الدين كامل، لا يجوز لمسلم أن يبتدع فيه شيئا، ويكفي المسلم أن يعمل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة الثابتة. إذا عمل بما فيهما فقد اهتدى ووصل إلى الحق وعظم أجره. وهذا الحجة بين الله وبين خلقه، الحجة في الكتاب والسنة، ليس هناك حجة في قول أحد كائنا من كان. ولما أفتى بعض الصحابة في متعة الحج وغيرها، وأخذوا بفتاوى بعض الصحابة، وجاء ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، وقال: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. إذا ترك العبد كلام الله وكلام رسوله لكلام الرجال فإنه لا يجوز له. الحق كله في القرآن والسنة. ولا شك أن الصحابة وعلماء الأمة لا يخرجون عما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أحببنا أن نبين للمسلمين في هذا الشهر، شهر رجب، أنهم يتقربون إلى الله بالأعمال الصالحة، ولكن ليس له مزية على سائر شهور السنة. وكانت العرب في الجاهلية يعظمون شهر رجب ويتقربون إلى الله عز وجل، فجاء الإسلام بالأيام والأشهر الفاضلة كشهر رمضان وعشر ذي الحجة وعشر للعشر الأواخر من شهر رمضان وما فيها من فضائل، وصيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء وفضل يوم الجمعة وآخر ساعة من يوم الجمعة، هذه كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة في آخر الليل كذلك فضيلة، في ثلث الليل الآخر ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كما في الحديث الصحيح: حين يبقى ثلث الليل الآخر ينزل الرب عز وجل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، يقرب عز وجل من خلقه كيف يشاء، وهو عال على عرشه تبارك وتعالى، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيبه؟ حتى يطلع الفجر، وذلك كل ليلة. الله عز وجل يتقرب إلى العباد بالرزق والخير والنعمة، وما أنزل الله عز وجل على العباد من الخيرات. وللأسف أن بعض العباد يتبغضون إلى الله عز وجل بالمعاصي، كما ورد في بعض الأحاديث القدسية: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. ولذلك على العباد أن يتقربوا إلى الله عز وجل بسائر الأعمال الصالحة في شهر رجب وفي غير شهر رجب، فالله عز وجل يقبل العمل ما دام خالصا لوجهه الكريم ووفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما أحببنا توضيحه في هذه المسألة، في مسألة فضائل شهر رجب، وهذا ثبت في صيامه أو صلاته أو قيام ليله حديث صحيح. ونأتي إلى كلام شيخ الإسلام في شرح العقيدة الواسطية. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الإيمان بالله عز وجل وبما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف،
وتكلمنا على الإيمان بالله، وسنأتي على بسط هذه المسألة، وبينا أركان الإيمان، وأن من أركان الإيمان الأركان الستة، وهو الإيمان بالله، الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان التي يجب علينا الإيمان بها، وقد وردت في حديث جبريل الطويل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان وعن علامات الساعة، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أركان الإيمان الستة، كما أن للإسلام أركان، وهي أركانه الخمسة اللي هي الشهادتين، التوحيد والصلاة والصيام والحج والزكاة، فهذه كلها أركان الإسلام. ثم أركان الإيمان، تكلمنا على جزء من الإيمان بالملائكة وشيء من أعمالهم وخصائصهم وما يتعلق بنزولهم إلى الأرض وتسجيلهم لأعمال العباد وتسجيلهم للحسنات والسيئات وما يتعلق بذلك من نزول الوحي وما يتعلق بإنزال النبات بإنزال المطر وإنبات النبات، كل ذلك قد وكل الله عز وجل به ملائكة يعملون أعمالا لهم. وأيضا هناك حملة العرش الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. نأتي أيضا إلى هذه الأعمال، وقد أطلنا الكلام على الملائكة، ولكنه بحث مهم، يعني بعض الحلقات وبعض العلماء لم يتعرضوا بالتفصيل في مسألة الملائكة وما يتعلق بأعمالهم، ولأن بعض الناس ينكر ما كان غير مرئي، ينكر ما كان غير مرئي كالملائكة وكالجن وكما ما يتعلق بالأشياء الغيبية، لكننا نؤمن بما جاء في القرآن وما جاء في السنة وما كان ثابتاً من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعمال الملائكة. فقد روى الإمام النسائي والدارمي، سنن النسائي تعتبر من السنن الأربعة، وهو يأتي في المرتبة الثالثة بعد الصحيحين، بعد الصحيح البخاري ومسلم، يأتي في الصحة سنن الإمام النسائي رحمه الله. روى حديثا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عز وجل ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام، فمن صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عليه فإن هذه الملائكة تنقل السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بينا فضل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في القرآن والسنة: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذه الصلاة وهذا السلام فضله عظيم، وتنقله الملائكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره يحيى حياة برزخية تبلغه الملائكة الصلاة والسلام عليه من أمته. أيضا الملائكة يبشرون المؤمنين، فقد بشروا إبراهيم الخليل عليه السلام بأنه سيرزق بذرية صالحة، كما في سورة الذاريات إذ دخلوا على إبراهيم الخليل عليه السلام فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، يظنهم أضياف، يظنهم بشر. إبراهيم الخليل أبو الأنبياء
لما دخلوا عليه الملائكة لم يعرفهم واعتقد أنهم بشر ضيوف، فجاء بعجل سمين، وفي الآية الأخرى بعجل حنيف. وإبراهيم الخليل عليه السلام هو الكريم، يعني اشتهر عليه السلام بالكرم والجود، يعني هم بضعة أشخاص دخلوا عليه جاء لهم بعجل حنيف، وفي الآية الأخرى بعجل سمين. فقربه إليهم قال ألا تأكلون، طبعا الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، خلقهم الله عز وجل لعبادته وطاعته، يسبحون الليل والنهار لا يسأمون. وهذا من عظمة الله عز وجل أن يخلق خلقا يعقلون ويعلمون ويتكلمون ويذهبون ويجيئون ولهم أعمال، ومع ذلك لا يأكلون ولا يشربون. قربه إليهم قال ألا تأكلون، ولما أنهم رآهم كفوا أيديهم ولم يأكلوا أوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. بشروه عليه السلام بغلام عليم وهو إسحاق عليه السلام، وقد رزقه الله قبل ذلك بإسماعيل، إسماعيل من هاجر وإسحاق من سارة، وسارة هي أم إسحاق، وإسحاق والد يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل الذي تنتسب إليه بنو إسرائيل، وهو بريء منهم لأنه نبي كريم. ويعقوب له يوسف عليهم السلام، فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من هو الكريم، قال هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. قال الصحابة ليس عن هذا نسألك يا رسول الله، قال تسألوني عن معادن العرب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، يعني إذا علموا وعلموا الدين فكانوا خيارا، الخيار في الجاهلية خيار في الإسلام بشرط العلم والدين والفقه وتعليم الناس. فإبراهيم الخليل عليه السلام بشرته الملائكة بإسحاق عليه السلام، ومن وراء إسحاق يعقوب فهو ابن ابنه. أيضا الملائكة بشرت زكريا عليه السلام بيحيى عليهم السلام، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، كما في سورة آل عمران وكما في سورة أيضا مريم. فهناك بشارة بشرت الملائكة نبي الله زكريا بيحيى نبيا ورسولا إلى بني إسرائيل. وليس هذا أيضا البشارة مقصورة على الأنبياء والرسل، فقد تبشر الملائكة المؤمنين كما في صحيح مسلم في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، زار أخا له في بلدة أخرى، فأرصد الله له على مدرجة الطريق ملكا على هيئة رجل، فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية أزوره. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ يعني هو فعل فيك معروف وأنت تريد ترد هذا المعروف عليه وتحسن إليه كما أحسن إليك؟ قال لا، غير أني أحبه في الله، أنا أحببت هذا الرجل في الله عز وجل. هذه الزيارة في الله ليست لمقصد من مقاصد الدنيا. فقال له فإني رسول الله إليك، تكلم الملك وخاطب الرجل أن الله قد أحبك كما أحببته فيه، وهذا الحديث في صحيح مسلم. وهذا يبين فضل الحب في الله والبغض في الله. من الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اثنان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. والمتحابون في الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، يغبطهم الأنبياء والشهداء والصالحون. يعني أن تحب أخا لك مسلما
في الله عز وجل لأنه مسلم ويصلي ويعبد الله، فتحبه لصلاحه وإيمانه وتقواه، وتكون هذه هي العلاقة الباقية ليس لغرض من أغراض الدنيا، فهي سبب لمحبة الله لك، والسعي إلى محبة الله هي المقصود. ومن أحبه الله أدخله الجنة، من أحبه الله أدخله الجنة ووقاه من النار. فهذه فضيلة من الفضائل، الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. ما تحب على أساس أنه من بلدك أو على أنه من قريتك أو أنه قريبك، تحبه في الله عز وجل، تتقرب إلى الله بحبك لهذا الرجل. لماذا تحبه؟ لإيمانه وتقواه ودينه ومحافظته على الصلاة، فتكون حبك له. فأنت تحب أي مسلم على ظهر الأرض في المشرق أو المغرب، إذا ذكر لك مسلم فأنت تحبه في الله، أبيض أسود أحمر عجمي عربي بعيد قريب، تحب المسلمين. والله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة، أخوة الدين أقوى من أخوة النسب. ولذلك الواجب على المسلمين أن يتحابوا وأن يتصافوا، وأن لا يكون بينهم شحناء على أمور الدنيا. تجد الإخوة في الإخوة الأشقة تجدهم يتقاطعون ويتدابرون من أجل دنيا دنية ليس لها قيمة. ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخرجون إلى الأسواق لا يشترون ولا يبيعون، إنما يسلمون على المسلمين. كان ابن عمر وهو من سادات الصحابة وهو من أكثر الصحابة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولآثاره، كان يخرج إلى السوق ولا يشتري، فقالوا له يا أبا عبد الرحمن تخرج إلى السوق وتمشي بين الناس ولا تشتري شيئا؟ قال إني أحب أن أسلم على المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام. ومن علامات الساعة سلام الخاصة، يعني الإنسان لا يسلم إلا على من يعرف، هذا من سلام الخاصة وليس من سلام العامة. مر رجل وقال لابن مسعود السلام عليك يا أبا عبد الرحمن، قال صدق خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة تسليم الخاصة، الواحد لا يخص أحد بالسلام، السلام على المسلمين جميعا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفيها كم حسنة ها يا أبا حذيفة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم فيها من حسنة؟ 30 حسنة، 30 حسنة. وأنت ماشي إذا سلمت على إخوانك كم سلام تلقى، كم حسنة تكسبها بسبب سلامك على إخوانك المسلمين. فالسلام عليكم فيها 10 حسنات، ورحمة الله فيها 20 حسنة، وبركاته فيها 30 حسنة. ولذلك هذا الرجل لما أنه زار أخاه في قرية لمحبته له في الله لا يريد منه شيئا من الدنيا، قال له الملك إني رسول الله إليك أن الله يحبك كما أحببته فيه. وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث في الصحيحين عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل، جبريل هو رئيس الملائكة عليه السلام، قال يا رسول الله هذه خديجة، يعني زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين الصديقة الكبرى خديجة بنت خويلد، انظروا فضل هذه المرأة الصالحة التي لما ماتت سمي ذلك العام عام الحزن، لما ماتت رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم سمي عام الحزن، وهي التي واست رسول الله صلى الله عليه وسلم بمالها
بجاهها وبوقتها وبكل شيء. قال: أتاني جبريل قال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي قد أتتك فاقرأ عليها السلام من الله عز وجل. أي فضل هذا؟ هذا حديث في الصحيحين: فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هذا فضل أم المؤمنين خديجة بنت خويلد الصديقة الكبرى. والملائكة أيضا والرؤيا في المنام، فقد روى البخاري في صحيحه في باب التهجد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر: فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، يعني ذهبا بي إلى النار ورآها بعينه، فإذا هي مطوية كطي البئر ولها قرنان كقرني البئر، وإذا فيها أناس قد عرفتهم. هذا عبد الله بن عمر. فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. قال: فلقيهما ملك آخر فقال لي: لم ترع لم ترع، لا تخف لا تخف. وفي صحيح البخاري أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير، يعني في قماش من حرير، فقال لي: هذه امرأتك، يعني هذه زوجتك، قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فكشفت عن وجهك الثوب فإذا هي أنت، يعني عائشة رضي الله تعالى عنها، فقلت: إن يك هذا من الله يمضه. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من أعمال الملائكة أنهم يقاتلون مع المؤمنين في حروبهم، كما قاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وفي أحد وفي حنين. وذكر الله عز وجل، قال عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في يوم بدر: هذا جبريل عليه السلام آخذ برأس فرسه عليه أداة حرب، كما في صحيح البخاري. يعني الملائكة قاتلوا مع المسلمين في بدر، وجبريل هو رئيس الملائكة وكان قائد الملائكة في بدر. وقد بين الله عز وجل الحكمة من هذا الإمداد للمؤمنين، وهو تثبيت المؤمنين والمحاربة معهم وقتال أعداء الله من الكفار. قال عز وجل: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وقال عز وجل: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وفي سورة آل عمران
وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. وقد سمع أحد المقاتلين من المسلمين من الصحابة رضي الله عنهم صوت ضربة ملك من الملائكة ضرب بها أحد الكفار وهو يزجر فرسه، كما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد، يعني يجري خلف رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. حيزوم اسم أحد الملائكة. فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه، قطع أنفه وشق وجهه وضربه بالصوت ومات. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقت، ذلك الملك من مدد السماء الثالثة. يعني الله عز وجل لكرامة المؤمنين ولقدرهم عند الله عز وجل ولقدر رسوله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أنزل ملائكة من السماوات، بعضهم من السماء الأولى، بعضهم من السماء الثانية، بعضهم من السماء الثالثة، ليقاتلوا الكفار مع المسلمين، كما في بدر وكما في حنين وكما في أحد وكما في غيرها من المعارك التي أيد الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بنصره وبالمؤمنين وبالملائكة الذين قاتلوا معه. فالله عز وجل جعل الملائكة لنصرة المؤمنين. وقد حاربت الملائكة في موضع آخر غير بدر، كما في غزوة الخندق، فأرسل الله عز وجل الملائكة، كما قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. والمراد بالجنود التي لم يروها الملائكة هم كما ثبت في الصحيح وغيره أنه جبريل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينفض رأسه من الغبار، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم بعدما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع سلاحه واغتسل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الحرب، جاءه جبريل ينفض عن رأسه الغبار، فقال: يا رسول الله، وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه. يعني الملائكة لم يضعوا السلاح. اخرج إليهم، يعني اخرج إلى اليهود في بني قريظة، فأخرجهم من حصونهم واقضي فيهم بحكم الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فهذا إخبار من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم بأن الملائكة يقاتلون مع المؤمنين ويؤيدونهم ويكونون سبب في النصر. كما في صحيح البخاري أيضا عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غن، موكب جبريل عليه السلام حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. يعني الملائكة الذين قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب اللي هي غزوة الخندق مشوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى بني قريظة. قال: كأني أنظر إليهم في زقاق بني غن. الزقاق هو الشارع الضيق، ولهم غبار، يعني الملائكة يمشون على الأرض لهم غبار سائرون إلى بني قريظة. وبنو قريظة هم طائفة من اليهود سكنوا بجوار المدينة، ولكنهم لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حسدا من عند أنفسهم. كان اليهود يتمنون أن يكون خاتم الأنبياء منهم، وكانوا يقولون
للعرب وللمشركين سيخرج نبي نقاتلكم معه. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من العرب من قريش من مكة حسده اليهود وكفروا به وتآمروا مع اليهود مع المشركين في قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين تحزبوا مع الأحزاب ومع قبائل العرب ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى المدينة المنورة عقد عهداً وميثاقاً مع اليهود بأنه لا يحاربهم ولا يحاربونه، لهم هم على دينهم والمسلمون على دينهم، ولكن يهود لم يوفوا بهذا العهد كطبيعة اليهود أنهم ليس لهم عهد ولا ذمة، فهم الذين قتلوا الأنبياء ونقضوا العهود، أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم، فهم قتلت الأنبياء وهم نقضت العهود، ولذلك تآمروا مع المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقضوا العهد ونقضوا الميثاق الذي بينهم بين الرسول عليه الصلاة والسلام، وتآمروا مع مشركي العرب وأحاطوا بالمدينة مع المشركين الذين قدموا من مكة مع أبي سفيان لما كان قائداً للأحزاب، وأبو سفيان هو والد معاوية وأسلم بعد ذلك رضي الله تعالى عنه، أسلم أبو سفيان ولكن الله عز وجل أراد له السعادة وأراد له أن يكون أحد الصحابة مع أنه كان قائداً للأحزاب، ولكن الله عز وجل غفر له بإسلامه وتوحيده وجهاده ومات مجاهداً شهيداً في سبيل الله عز وجل. فاليهود تآمروا مع المشركين ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقضوا العهود. فلما انتهت الحرب وجاءت الريح، الله أرسل جنوداً وأرسل ريحاً أقلقت المشركين وكفأت قدورهم وزلزلتهم ولم يكن لهم مقام، وأرسل عليهم الملائكة فرجعوا إلى بلدانهم، ورجع كفار قريش إلى مكة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن انتهت المعركة، قال له جبريل لم تنتهي المعركة، عليك بمناجزة اليهود الذين نقضوا العهد وغدروا بك وخالفوا ما اتفقت عليه أنت وهم، فلذلك ذهب إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقاتلهم، وبعد ذلك أجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه، أجلى كل اليهود عن المدينة وسكنوا في بلاد الشام في أذرعات، أجلاهم وقال رضي الله عنه لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجتمع دينان في جزيرة العرب، جزيرة العرب يجب أن تكون للمسلمين وأن يقام فيها شرع الله وتوحيد الله عز وجل، ولا يمكن أن يجتمع فيها دينان. فعمر الفاروق رضي الله تعالى عنه نفذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بقي من اليهود في المدينة أجلاهم وأمرهم بالخروج إلى من جزيرة العرب، فذهبوا إلى أذرعات منطقة في بلاد الشام وسكنوها. هذا ما كان من قتال الملائكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود في غزوة الخندق. أيضا حماية الملائكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى الإمام مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو جهل، أبو جهل هو عمرو بن هشام أحد صناديد الكفر وهو فرعون هذه الأمة، لم يكتب الله له السعادة ولا الإسلام، أراد أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لكفار قريش هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم، يعني هل يسجد على التراب بين أظهركم؟ قالوا نعم. قال واللات والعزى، يحلف بأصنام المشركين، لئن رأيت يعني محمدا يعفر وجهه بالتراب لأطأن على رقبته. انظروا هذا الخبيث الفرعون، فرعون هذه الأمة يطأ على رقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
أو لأعفرن وجهه في التراب. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، يريد أن ينفذ وعده بأن يطأ على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، فما فاجأهم أبو جهل، فاجأ قريش إلا وهو ينكص ويرجع ويهرب. فقيل له ما لك؟ يرجع على عقبه ويتقي بين يديه، يجعل يديه بين وجهه. فقيل له ما لك يا أبا الحكم؟ فقال إني وبيني وبين محمد خندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. هذه حماية الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، والله يعصمك من الناس. فهرب أبو جهل لأنه رأى بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم نارا مشتعلة وخندقا عظيما وأجنحة الملائكة، أجنحة الملائكة يختطفونه عضوا عضوا لو دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام البخاري أيضا بأقصر من هذا الحديث. أيضا حماية الملائكة لصالح المؤمنين وتفريج كرباتهم بأمر الله عز وجل. فقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمته في قوله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه، قال حكى أبو بكر محمد بن داود الدينوري قال كنت أكاري، يعني على بغل، يؤجر على بغل من دمشق إلى بلدة الزبداني. نسأل الله عز وجل أن يفرج عن إخواننا في بلاد الشام في دمشق وفي الزبداني وفي غيرها، وأن يجمع كلمتهم على الحق وأن ينصرهم على أعداء الدين. قال ركبت على بغل من دمشق إلى بلد الزبداني، ركب معي ذات مرة رجل، فمررنا على بعض الطريق، طريق غير مسلوكة، فقال لي خذ في هذه الطريق فإنها أقرب، لا خير لي فيها. قال بل هي أقرب، يعني هذا الرجل كان يريد قتله والغدر به، يريد أن يخرجه من الطريق المسلوك إلى طريق آخر، هذا من قطاع الطريق. قال فانتهينا إلى مكان وعر وواد عميق وفيه جثث قتلى، فقال لي أمسك رأس البغل حتى أنزل. فنزل وجمع ثيابه وسل سيفه وسكينا كانت معه، وقصد أبو بكر ليقتله. قال فهربت بين يديه وتبعني، فناشدته الله وقلت خذ البغل بما عليه، خذ البغل وخذ المال واتركني لا تقتلني. فقال لي إنما أريد أن أقتلك. فخوفته بالله وقلت اتق الله، ماذا تريد مني؟ فلم يقبل مني شيئا. قال فاستسلمت بين يديه وقلت له أريد أن تتركني أصلي ركعتين لله عز وجل. قال صلي وأسرع عجل، يريد أن يقتله. قال فقمت أصلي فلم يفتح علي شيء من القرآن من الخوف، يقول ما عاد عرفت ولا آية إلا قوله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال فإذا أنا بفارس أقبل من فم الوادي وبيده حربة فرمى بها الرجل فما أخطأه في فؤاده، قتل هذا المجرم وخر صريعا. قال فتعلقت بهذا الفارس، الفارس هذا ملك من الملائكة جاي من السماء الرابعة مددا لهذا الرجل المظلوم. قال قلت له بالله من أنت؟ قال أنا رسول الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال فأخذت البغل والحملة ورجعت سالما. فهذه حماية الله لبعض عباده الصالحين. ومن ذلك أن الله عز وجل كما ثبت في صحيح البخاري أرسل جبريل عليه السلام إلى هاجر أم إسماعيل في مكة لما عطش إسماعيل عليه السلام وهو طفل صغير، وكان قد وضعهم إبراهيم الخليل، وضع هاجر
وإسماعيل في مكة في واد غير ذي زرع ليس فيها أنيس ولا أحد ولا طير ولا حيوان ولا ماء ولا شجر، وضعهم بجانب الكعبة التي عمرت بعد ذلك. فذكر الإمام البخاري هذه القصة لأم إسماعيل، قال في قصته عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن في قصة مهاجرة إبراهيم بابنه إسماعيل وأمه هاجر إلى أرض مكة، وهي قصة طويلة مذكورة في صحيح البخاري، وفيها أن أم إسماعيل لما عطش ابنها، لما عطش إسماعيل عليه السلام وهو كان طفلا صغيرا، وسعت هي بين الصفا والمروة 7 مرات، كانت تصعد إلى جبل الصفا تريد أحدا ينقذ ابنها وهو عند الكعبة، فلم ترى أحدا، هل ترى بشر ينقذ ابنها الصغير؟ ثم نزلت الوادي فسعت فيه، رفعت ثيابها وسعت، ثم رقت على المروة ونظرت هل من مغيث يغيث ابنها، فلم ترى شيئا، فنزلت إلى الصفا مرة ثانية 7 مرات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه فريضة الله عز وجل عليكم في الحج والعمرة، السعي بين الصفا والمروة 7 مرات كما سعت أمكم هاجر عليها السلام. فلما أشرفت على المروة في المرة الأخيرة سمعت صوتا وهو صوت جبريل عليه السلام، فقالت صح لنفسها، قالت صح، ثم تسمعت هل تسمع شيئا، فقالت قد أسمعت إن كان عندك غوث، إن كان عندك غوث فأغثني. ابنها في حر مكة يتلمض جوعا وعطشا، فإذا هي بالملك جبريل عليه السلام عند موضع زمزم، فبحث بعقبه وقيل بجناحه، ضرب الأرض بجناحه فنبعت زمزم حتى ظهر الماء، فقال لها الملك، الملك خاطب هاجر، هذا الشاهد من القصة، قال: لا تخافي ولا تخاف الضيعة، فإن هاهنا بيت الله يبنيه هذا الغلام، يعني إسماعيل، وأبوه إبراهيم عليهما السلام، وإن الله لا يضيع أهله. هذا الملك الذي جاء هو جبريل عليه السلام. ففي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بن كعب قال: إن جبريل لما ركض زمزم بعقبه جعلت أم إسماعيل تجمع التراب البطحاء حتى لا يذهب الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله هاجر أم إسماعيل، لو تركته لكان عينا معينا، لكانت زمزم عينا يجري على الأرض. أيضا شهادة الملائكة وشهودهم لجنازة الصالحين، فقد قال صلى الله عليه وسلم في جنازة سعد بن معاذ، سعد بن معاذ هو من سادات الأنصار، من سادات الأوس والخزرج، من الأنصار رضي الله تعالى عنه، هذا الرجل الذي وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم وحماه ونصره، ولما أنه مات رضي الله تعالى عنه اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه، وفتحت له أبواب السماء، وشهده 70,000 من الملائكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ضمه القبر ضمة ثم فرج عنه، رواه النسائي عن ابن عمر. وقال صلى الله عليه وسلم: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منها سعد ابن معاذ. ويقول صلى الله عليه وسلم: لمناديل سعد في الجنة، سعد بن معاذ سيد من سادات الأنصار، سيد من سادات الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال: لمناديل سعد في الجنة، مناديله التي يتمسح بها خير من الدنيا وما فيها، وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فإذا الدنيا ليس لها قيمة عند الله
عز وجل: مناديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. أيضاً من أعمال الملائكة أنها تظلل الشهيد. في البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: جيء بأبي. جابر بن عبد الله بن حرام، أبوه عبد الله بن حرام، وهذه طلبة العلم. حرام في الأنصار، الأنصار يسمون أبنائهم مثل عبد الله بن حرام. وأما أهل مكة قريش حزام، حكيم بن حزام، فهذه اللي طلبة العلم يفرقون بين حرام وحزام. فحرام عند الأنصار أهل المدينة، عبد الله ابن حرام، هذا الرجل والد جابر بن عبد الله، قال: جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به الكفار، قطعوا أنفه، قطعوا أذانيه، وشوهوا وجهه، ووضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر: فذهبت لأكشف عن وجه أبي، فنهاه الناس لأنهم قد شوهوا وجهه الكفار ومثلوا به، فنهاني قومي، فسمعت صوت نائحة يعني تبكي، قيل: هذه هي ابنته أو أخت عمرو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: لم تبكي على عبد الله بن حرام؟ أو لا تبكي، ما زالت الملائكة تظلله بأجنحتها حتى رفع. هذا فضل الشهيد. وقد عنون له البخاري في صحيحه بقوله: باب ظل الملائكة على الشهيد. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم منازل الشهداء. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق والعياذ بالله. ومن سأل الله الشهادة خالصا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. بالنية الحسنة والدعاء الصادق بأن يبلغك الله منازل الشهداء ولو مت على فراشك، فهذا فضل الله عز وجل بالنية الصالحة أن تبلغ منزلة الشهيد. من سأل الله الشهادة خالصا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم منازل الشهداء، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويحفظ بلادنا وبلاد الحرمين خاصة وبلاد المسلمين عامة، وأن ينصر جنودنا المرابطين على حدودنا، وأن يكبت أعداء الإسلام، وأن يحفظ هذه البلاد شامخة، وأن يحفظ عليها دينها وعقيدتها وقيادتها، وأن يحفظ جميع بلاد المسلمين، وأن يوحد كلمتهم ويوحد صفوفهم، وأن ينصر المجاهدين، وأن يتقبل شهداءهم ويداوي جرحاهم ويشفي مرضاهم، وأن يغفر لموتاهم. ونسأله عز وجل أن يحيينا وإياكم على الإسلام، ويميتنا على الإسلام والسنة، وأن يجمعنا وإياكم في مقر ودار رحمته، إنه سميع قريب مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وإنصاتكم.